ما هي بعض الاستراتيجيات التي يمكنني اتباعها لتجاوز هذه العوائق؟ لتجاوز العوائق وزيادة فرص النجاح، يمكنك اتباع بعض الاستراتيجيات التالية: 1- تحديد الأهداف بوضوح. حدد أهدافك بشكل واضح ومحدد. قم بتحديد النتائج المرجوة والمهام اللازمة لتحقيقها. قد تكون الأهداف قصيرة الأجل وطويلة الأجل، ولكن يجب أن تكون قابلة للقياس والتحقق. 2- وضع خطة عمل. قم بوضع خطة واضحة ومنهجية لتحقيق أهدافك. قسم الهدف الكبير إلى خطوات صغيرة ومعقولة وحدد المواعيد النهائية لكل خطوة. تحتاج إلى وضع استراتيجية محددة للتعامل مع العقبات المتوقعة. 3- تغلب على الخوف من الفشل. قم بتغيير نظرتك نحو الفشل. اعتبر الفشل كفرصة للتعلم والنمو، وتعلم كيف تتعامل مع النجاح والفشل بنفس القدر. قد تحتاج إلى تغيير العقلية وممارسة التفاؤل والثقة بالنفس. 4- تطوير مهارات التخطيط والتنظيم. قم بتعلم مهارات التخطيط والتنظيم لزيادة فعالية إدارة وقتك ومواردك. استخدم أدوات مثل الجداول الزمنية والقوائم والتنظيم الشخصي لتحقيق الأهداف بشكل فعال. 5- تواصل مع الداعمين. قم ببناء وتوسيع شبكة الدعم الاجتماعي الخاصة بك. ابحث عن الأشخاص الذين يشجعونك ويدعمونك في رحلتك نحو النجاح. يمكنهم تقديم المشورة والتشجيع والمساعدة في تجاوز العقبات. 6- التعلم المستمر. كن مستعداً للتعلم وتطوير نفسك باستمرار. قم بقراءة الكتب وتحقيق البحوث والاستماع إلى المحاضرات والتسجيل في دورات تدريبية. تعلم المهارات الجديدة واكتساب المعرفة سيمنحك المزيد من الأدوات لتجاوز العوائق وتحقيق النجاح. 7- الاستمرار والإصرار. لا تستسلم أمام العقبات والتحديات. قد يحتاج النجاح إلى وقت وجهود مستمرة. استمر في المضي قدما رغم الصعوبات وركز على التحسين المستمر. تذكر أن تجاوز العوائق يتطلب صبرا وإرادة قوية. قد تحتاج إلى ضبط استراتيجياتك وتكييفها وفقا للتحديات التي تواجهها في طريقك نحو النجاح.